مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. في هذه الحلقة سوف نعرض عليكم مجموعة من الاختراعات المذهلة والتي سوف تدهشكم. مستعدون أصدقائي؟ هيا بنا لنبدأ. إنها حقا طائرة هليكوبتر رائعة جدا، يمكنها أن تطير بشكل يدوي. الآن لعشاق سكاي بورد، ارفعوا الأدرينالين. هذه سكاي بوردات يمكنها أن تجعل منكم رجلا متزلجا. يمكنك أن تمشي على بطنك وتسافر بحلم الطفولة. تريغو هي سيارة ذات إثارة جميلة، تتغلب على كل سيارة أخرى وكل المطبات، يتم التحكم فيها عن بعد كذلك، وهي تميل بزاوية يمكنها أن تصل إلى 45 درجة. تبدو في الأول سيارة عادية، لكنها لديها عجلات تدور بزاوية مستقيمة. يمكنك ركن هذه السيارة في أضيق الأماكن. هذه الزوارق كنت أحبها عندما كنت صغيراً. تصل إلى 56 ميلاً في الساعة. تصميم فريد وآسر للقلوب. يمكنها أن تمشي فوق أي شيء، وحتى فوق صديقاتها السيارات الأخرى. تصل سرعتها إلى 123 كيلومتراً في الساعة. انظروا إلى هذه السيارة الصغيرة الكاملة، لا حاجة للوقود، إنها مدعومة بتمارينك الرياضية. يا لها من دراجة رائعة، يمكنك أن تسوق دراجتك وأنت تتمشى. دعنا نكتشف هذا الاختراع يا أصدقائي سوية. وهذا جرار بطابقين. يا إلهي، هذه الاختراعات لا تزال تذهلنا. تبدو في الأول سيارة فولكسفاجن عادية، لكنها سيارة لديها الكثير من الامتيازات. لديه 24 من الأرجل، يبدو كأنه عنكبوت يتمشى في الأرض. هل شاهدت من قبل دراجات ثلجية مثل هاته؟ كنا نشاهد العربات الثلجية والدراجات النارية الثلجية، لكننا لم نشاهد مثل هاته قط. دعونا الآن ننتقل إلى هذه الدراجة. هل هذه دراجة أم طائرة؟ ربما صاروخ يا أصدقائي. هل شاهدتم من قبل هذه الحوامات ذات المهام المتعددة؟ تنزلق بسرعة فوق الأرض، وهي ماهرة في عبور كل المستنقعات. تستخدم فقط تقنية الوسادة الهوائية.
منصة سيتروين. هذه المنصة مخترعة بشكل رائع جدا، تمشي بشكل هيدروليكي. شاهد معي هذه المنصة وهي تنتقل بين المباني الكبيرة. هذه العربة بنظامها الهيدروليكي تبدو وكأنها عنكبوت أو سحلية، يمكنها أن تتسلق حتى أعتى الجبال والمرتفعات. لم أشاهد مثل هذه الشاحنة في حياتي قط. هذه الدراجة تبدو وكأنها زلاجة مائية. سيارة أم لعبة أم طاقة شمسية متحركة؟ بشحنة واحدة يا صديقي يمكنها أن تسافر لأكثر من 620 كيلومترا. إنها سيارة للكسالى. إنها رحلة فضاء في قلب المدينة والحضارة. يمكنك أن تتنزه وكأنك في الفضاء. هذه الآلة تضخ حوالي 2200 جالون من الماء في الدقيقة. تكافح النيران بشكل كبير جدا. هذا المنزل المتنقل الفريد من نوعه، لديه القدرة على الاستضافة بشكل كبير، ولديه سطح كذلك. لكنه بطيء يا صديقي، لن تصل إلى رحلتك إلا بعد أسابيع. الآن لأصحابي وعشاق الكاياك. هذه الدراجة تبدو وكأنها دراجة كاياك. هذه الحركات هي حركات لاعب الكاياك، لكنها على الأرض. لن تشعر بالتعب ولن تمدد يديك إلى مقود الدراجة العادية. نبدو وكأننا في الفضاء يا أصدقائي مع هذه السيارة العجيبة. في حياتي واجهت العديد من المركبات الفريدة، لكنني لم أشاهد مثل هذه من قط. والآن أصدقائي مع هذه السيارة الدبابة. صدق أو لا تصدق، فهذه السفينة الضخمة مدعومة بالكامل 100% صديقة للبيئة. اختراع مذهل، اكتشف هذه السيارة الضخمة جدا. يسمونها الليموزين الراقصة. قارب المارينز هذا يبدو في الأول قارب، لكنه عندما ينتقل إلى اليابسة يصبح هكذا مثل الدبابة.
أصدقائي نترككم مع بقية الفيديو، ففرجة ممتعة.